حتى لا ينام يخالف رأيي. وعيه بالأشياء ليس وعي، ووجهة نظره ليست هي وجهة نظري. فأنا أراها 9، نعم غيري أراها 6. أنا أرى انتفاضة الشعب المغربي من أجل سماح الحسين نظاما، غيري أراها فتنة. لكن يجب أن يكون هذا الخلاف بناء لا هداما، يجب أن يكون هو الحل لا المشكلة. فغيري عاش تجارب مختلفة، لديه أفكار مختلفة، وهذا ما يجعل نقاشاتنا مثرية. فأنا أكون غيرا للغير، إذن فاحترام الغير ورأيه فيه احترام المرء لذاته. كان معكم صهيب الباسل، وشكرا.